للأسف الشديد بقات تقريبا هذيك البصمة والإمضاء على اللي صار من 17 ديسمبر ل 14 جانفي. واللي صار من 17 ديسمبر ل 14 جانفي أنا شخصيا مع رفاقي وأصدقائي وأصحابي عشناه لحظة بلحظة ويوم بيوم. وساهمنا فيه بقدر ما نجمه معناها. كنا كما تحكي أنت كنا في طليعة المدافعين على ناسنا وأهلنا في الجهات في سيدي بوزيد في القصرين في تيلا في رقاب في دونك بالنسبة لي نحن عشنا ملحمة كبيرة وعشنا معركة كبيرة ضد استبداد ومعركة متاع كسر عظام معناها معركة متاع وجود. وقتي نحن نخوضوا في المعركة قبل 14 جانفي وقبل الخروج هذا كم تعيينا اللي هو تقريبا يعني لقيت هذا بالضبط كنا نستحضره في معركة الحوض المنجمي وانتفاضة الحوض المنجمي اللي أهلنا في الحوض المنجمي قدموا درس في النضال المدني السلمي درس عظيم وكبير وتضحيات معناها يقدرها كان تاريخ. وخفنا على انتفاضتنا الثانية أنه يقع الالتفاف عليها ويقع قمحها وإخمادها كما تم إخماد انتفاضة الحوض المنجمي. كعليش انخرطنا نحن كمحامين وكمناضلين في سواء في الشارع ولا في المحاكم انخرطنا لحماية الحراك الشعبي هذاك ولحماية الانتفاضة هذيك باش نوصلها إلى مبتغاها وإلى هدفها. دونك اللي صار نهار 14 جانفي يعني كانت فرحة بالانتصار. بالنسبة لي أنا كان انتصار وانتصار حقيقي وإلى يوم الناس هذا ما احناش ندمين على 14 جانفي ما احناش ندمين على, على, على خروجنا وقتها وبالعكس فخر كبير وشرف كبير لشعب تونس وللتوانسة أنهم عملوا 14 جانفي وأنهم هزموا الدكتاتور وأنهم حلوا الباب أمام التقرير. هو نحن قلنا بأن 14 جانفي ما هو إلا البداية والشعب التونسي حر. ما معنى حر؟ يعني استعاد حريته واستعاد كرامته وراه مش يخط طريقه من 14 جانفي فصاعدا. دونك 14 جانفي هو بداية التاريخ بالنسبة لتونس وبالنسبة لي أنا 14 جانفي هو بداية التاريخ الحقيقي اللي التوانسة فيهم ما عادش حتى حد ينجم يتسكت التوانسة ما عاد حتى حد ينجم يقمع التوانسة ما عاد حتى حد ينجم يقهر التوانسة ولا يظلمهم. دونك 14 جانفي هو ثورة الحرية هي انتفاضة الحرية هي انتفاضة الكرامة هي الهبة الشعبية اللي أعادت الاعتبار لكافة شعوب العالم. راهو 14 جانفي انعكس على العالم كله. صحيح اليوم ثم شيء من تحقير الثورة ثم ديفالوريزاسيون ثم شيء من تنقيص من قيمة اللي صار في 14 جانفي بسبب نتائج 23 أكتوبر أو التصرف في نتائج 23 أكتوبر. أما هذا ما يلزمش معناها يغطي علينا اللحظة هذيك وقيمة اللحظة هذيك وثراء اللحظة هذيك وأهمية اللحظة هذيك في تاريخ العالم وفي تاريخ الإنسانية.